مشاهدينا، كلنا نتفق أن الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا أبو عدنان رحمة الله عليه ترك كنز وإرث فني ضخم من الأعمال الفنية المتنوعة، واللي ما زلنا في الوقت الحالي نستمتع بمشاهدتها. بس العمل الفني المميز اللي كل ما نشوفه وكأننا نشوفه أول مرة، مسلسل درب الزلق. هذا المسلسل اللي سلط الضوء على عدة قضايا لكن بشكل كوميدي، خصوصا مع اللزمات اللي كان يقولها أبو عدنان رحمة الله عليه في المسلسل، واللي صارت جزء من حوارنا اليومي. هاشم، أكيد نجلة، ومسلسل درب الزلق من الأعمال الخالدة اللي ما تمل من مشاهدتها كثر ما تشوفها، بالرغم من مرور أكثر من 40 سنة على عرض هذا المسلسل لأول مرة على شاشة تلفزيون دولة الكويت. اليوم ضيفنا مغاير، راح يتكلم الكحة هذه دلت على انه مغاير شركت راح يتكلم الله يحفظه عن جوانب يمكن ما انتبهنا لها في هذا العمل الفني المميز والمتعلقة بأهم الدروس التجارية والريادية في مسلسل درب الزلق، واللي استعرضها في إصدار خاص يحمل عنوان درس الزلق مو درب الزلق. راح يكون لنا حديث مميز عن هذا الإصدار مع المؤلف الأستاذ سعد عبد الله الأربيعان، لكن بعد هذا الفاصل. أستاذ سعد الربيعان، حياك الله معنا في برنامج الظهيرة، نورتنا، ومع موضوع يمكن ما تطرقنا له أبدا في البرنامج. أبي أعرف شلون جاتك فكرة إصدار هذا العمل أو هذا الكتاب درس الزلق، اللي يطرق لموضوع المنظومة الريادية، وهو طبعا مستوحى من أحد الأعمال الفنية الكويتية الخالدة، وهو مسلسل درب الزلق اللي شفنا توا مقطع منه واللي عرض أول مرة عام 1977. فلو نتكلم بداية الفكرة لوضع هذا الكتاب. الله يحييك وسلمك اخت نجلة واخوي هاشم. الكتاب شرارته بدأت وانا في مرحلة الدراسة الجامعية وانا على باب التخرج. نعم. كنت في 2005 كلفنا الدكتور في تحليل الاعمال الدرامية بشكل عام الكويتية. كان في نقاش في الفصل الدراسي ان الاعمال ما تمثلنا ولا تعكس الواقع. فقال خلاص، هذا وجهة نظر دائما تطرح كل سنة مع رمضان او غير المواسم تطرح، شوفوا المسلسلات القديمة وشوفوا الحديثة وحللوها بمنهجية علمية نستخدمها احنا في دراسة الاعلام اللي هي اسمها تحليل مضمون الاعلام. الله. واخترت انا درب الزلق بذاك الوقت مع يعني مجموعة من الاصدقاء، كل واحد يدرسها بشكل مستقل. كنت احلل المسلسل هل هو يعكس واقعنا ولا لا، المحتوى سلبي ولا ايجابي، وبمنهجيه معينه. لكن وانا اسمع واشوف المشاهد كلها تتكلم عن اسقاطات يعني ما زالت موجوده في حياتنا، دروس تجاريه اداريه، كلها ما بين المشاهد والحوارات. ولو ان المسلسل باين انه شكله كوميدي واحداثه مضحكه، لكن كان مليان أعمق من ذلك. هو جدا. نعم. جدا جميل جدا. قدمت المشروع التخرج وظلت الفكرة في بالي، وكنت ناوي أني أعرض الفكرة على الفنانين في ذاك الوقت في حياة أبو عدنان الله يرحمه والأستاذ سعد الفرد، وكنت بس مع رأيهم فيه. وسبحان الله مع الأيام شفت يعني مقابلة حق الفنان سعد الفرد كان يتكلم عن درب الزلق تحديدا، كان يقول هذا كان عمل استثنائي وسجل عدد مشاهدات وما زال إلى اليوم لازم يدرس هذا العمل، مو عشان أنا جزء منه كفنان، لكن فعلا هذا العمل أي أخذنا يعني رأي النقاد وغيرها مختلف دول الوطن العربي، ولو أن اللهجة محلية كانت صحيح. كويتية. وهذا دفعني أكثر في أني أبحث في الموضوع إلى أن ابتديت فيه. يعني سبحان الله الوقت اللي تفرقت لوقت الجائحة وقت كورونا تفرقت لعدل طبعا تبارك الله. يعني خلنا نقول هذا الكتاب اللي هو درس الزلق، إذا لو نتكلم بشكل مفصل الفئة اللي ممكن تستفيد من هذا الإصدار واللي يحتوي هذا الكتاب. في البداية أعتقد أكثر ناس بيستمتعون وإن شاء الله يستفيدون من الكتاب اللي هم المقبلين على تأسيس مشاريعهم الخاصة واللي خاضوا غمار ريادة الأعمال، من يمارس عمل إداري ويتعامل مع الأفراد في بيئة عمل، وثلاثة من يحب ينظر للأعمال الفنية أو للروايات أو للكتب بمنظور مختلف ما تعود عليه بشكل يعني تقليدي. جميل.
يمكن قاعدين نشوف نجلة حتى من الكتاب في توثيق جميل للوكيشنات اللي صوروا نعم فيها. نعم طبعا، وحابين يمكن أكثر نتكلم عن تفاصيل الكتاب أستاذ سعد. أهم شيء كان بالنسبة لك اللي أنا ملاحظته حاليا من نظرة سريعة عليه، أنك مركز أكثر على جانب ريادة الأعمال والتجارة. صحيح. وربطته بالمسلسل وفي حقبة ذاك الزمن. صح. نقدر فعلا نربط ذاك الزمن بهذا الزمن؟ جدا. خليني أرجع يعني الفكرة أو المرحلة الزمنية اللي تصور فيها المسلسل كان يصور مرحلة تثمين البيوت بالضبط، وفيها انتقل المجتمع الكويتي من الحالة البسيطة والبدائية إلى الغنى، وصار المجتمع تقريبا كله طبقة واحدة، وانعكس هذا على تصرفاتهم، على طموحاتهم، على طريقة تعاملهم بالفلوس. نعم. وحتى طريقة كلامهم. يعني اختلفت البيننا. الكلمات طبعا. أكيد. والحوار. بالمقابل أنت برأيك ليش فشلت تجارة حسين بن عقول رغم محاولات العديدة أن ينجح بالتجارة؟ في سبب رئيسي. نعم. وبال يعني بالمسلسل تغطى يمكن بثواني، يعني ما اخذ حقه كثير، اللي هو ان اساس التجاره كان مال حرام. البيت كان مديون مالهم، فلما يتثمن كان المفروض يسددون الدين هذا لاصحاب الحق، ولكن هو طمع بالفلوس هذه اللي جايتهم، وشاف ان اصحاب الدين والحقوب انما ناس توفت او ناس اصلا ما تدري عن هالدين هذا، فشق الرهن على اساس يبدي الحياه الجديده بالفلوس هذه. هذه يعني كحبكه فنيه. نعم. لكن كحبكه تجاريه انا اشوف ان يعني الفنان عبد الحسين عبد الرضا اخذ الزخم الاكبر في المسلسل هذا. صحيح. في تحليلي للكتاب من منظور تجاري وإداري، للأسف ما كان هو الشخصية الناجحة تجاريا. الناجحة تجاريا صحيح. عقلية التجارة. أي. نعم. أنا حللت 4 شخصيات بالمسلسل، كل واحد له. من هم الشخصيات؟ الشخصيات اللي هو أول شيء عبد الحسين عبد الرضا. نعم. وهو كان ما أخذ شخصية التاجر اللي ما يؤمن بالمشاريع الصغيرة، يبي مصانع وخبير أجنبي استيراد وتصدير. شرى الأهرامات يا رجل. شرى الأهرامات يا رجل. والهول بعد. والهول شرى الأهرامات. أفكار خارج الصندوق. أي كله دائما يعني سابق زمانه ويبي أفكار شيء كبيرة. حلو. النموذج الثاني اللي هو أخوه سعد. سعد كان ما عنده الجرأة ولا الشجاعة إنه يأسس مشاريع. كان التابع. كان التابع. إحنا اللي نسميه اليوم هذا الشريك، الكوفاوندر، الشريك المؤسس. أبي أحط فلوسي. وعندي هدفين، اول شيء ابي فلوس، ابي يصير غني، ابي مظاهر الغنى صالحه. نعم. إيه؟ وعشان اهداف اجتماعيه مثل ما تفضلت، يتزوج بنت الايران، ما يزعل امه، خالق حطه بعد لا يصير بينهم، فيبي يعني هم يكون يشتغل ويا يعني خاله، يكون هو بحاله حال خاله تاجر، فاهدافه كانت اجتماعيه اكثر منها يعني اقتصاديه. النموذج الثالث كان يارهم وصالح. أبو صالح اللي هو اللي يبيع الثلج. بيع الثلج. بيع الثلج. بيع الثلج. إيه. كان يبيع عند البيت، فهو نموذج اللي اليوم زمننا الهوم بزنس اللي يبيع من بيته. أوه. أو اللي بالإنستغرام أو غيره. نعم. هذا الشخص ما يبي يخوض مغامرات السوق، ولا يبي يوظف ناس على ذمته، ولا يبي يأجر ولا شيء، يبي أنا متى ما يعني مزاج أفتح الدكان أبيع، خلصت بضاعتي دشيت البيت. حلو. وهذا طبعًا ما عنده فريق عمل، يعطي صالح روح يشتري سبال مملح ولده، يعطي البزنس ماله قائم عليه بفتره محدوده. نعم. وحسينه هدده، قال له مره اختلفوا مع بعض، قال له ان ما جيب ثلاجات وخليت الثلج يميع بحضنك. فكان حسينه لانه داش السوق وايده بالسوق، كان مستشرف اصلا مستقبل السوق والمخاطر الجايه، ان التكنولوجيا وصلت الى ثلاجات فريزرات، وهذا للحين يبيع قوالب ثلج. الشخصية الرابعة خالها مكحطة، وللمفارقة كان هو الناجح تجاريا. ليش نجح تجاريا؟ لأنه هو عنده صنعة ومهنة في إيده. نعم. الله يكرمكم، كان يصلح الأحذية. 40 سنة ركز، يتلى مغريات، تثمين، تغير الوضع الاجتماعي، الرجال مركز. فلذلك تشوفون اخر حلقه شغلهم كلهم عنده مع مستشارهم فؤاد بيه. حلو. فؤاد بيه نبويه شبشب لبس المحل. هذا يمكن التغيير المحدود اللي هو طبقه على المهنه عموما. خلونا نشوف هذا المشهد مع بعض لدرب الزلق ونرجع نكمل حوارنا.
يمكن قاعدين نشوف هني الشخصيات الجميلة اللي موجودة في مسلسل درب الزلق، وكل واحد تصنيفه شنو في كتاب درس الزلق. وهذا أخذنا أخوي سعد حق سالفة شلون قدرت ترصد وتصنف الأبطال، الحوارات، المشاهد، وربطها بريادة الأعمال. يعني حللت شخصية شخصية تبارك الله. نعم. أبي أتكلم عن البروسس. حاضر. حللت أنا دراستي للأكاديمية في مجال الإعلام ودراساتي العليا في ريادة الأعمال. ما شاء الله. خبرتي المهنية كلها في المجالين. فاستخدمت المنهجية العلمية في تحليل المضمون. حللت، جبت المسلسل طبعا عشرات المرات، حللت كل مشهد وكل كلمة، أعيدهم ووثقهم وأشوف ارتباطهم. كل المشاكل اللي تقريبا صارت بدرب الزلق كانت مشكلة أساسها فلوس. صحيح. حتى في بيت العاقول نفسه، سعد خلافه ويا أمه، عفوا حسين خلافه ويا أمه وأخوه سعد، كله كانت على الفلوس. أمه هو يبي ينقلهم لحياة كريمة، ويبي يطلعهم من الدائرة الضيقة اللي يفكرون فيها، اللي هو يجمع الكربة والراتب والعيشة البسيطة عشان تتغدى غدا بدل المموش تاكل لك هذا. يبي أن تعيش حياة كريمة لازم تغير وضعك الكامل. صحيح. فأخذت المشاهد وحلتها بشكل علمي، بعدين توسعت بالدائرة، سويت استطلاع رأي شارك فيه 500 شخص، أبي أشوف مدى تأثير المسلسل وانعكاسه على أفكارهم في التجارة، لأن ملازمنا بحياتنا الصراحة الكاملة. بعدين بعدها التقيت في يعني بما استطعت ألتقي فيه من الفنانين، التقيت في الفنان سعد الفرج وحللت كل مقابلاته في العمل هذا، وكذلك سويت مع الفنانين اللي توفاهم الله، علي المفيدي، عبد الحسين عبد الرضا، والتقيت بالدكتور بشار عبد الحسين واللي أكرمني بمعلومات كثيرة في العمل هذا. وفي فنانين يمكن ما كانوا لهم أدوار البطولة، مثل الفنان نجم عبد الكريم ولا فخري عودة ولا شيء، مشاركوا بالعمل يعني سواء في التمثيل أو في الإعداد أو في السيناريو اللي قدرت يعني. صحيح. إما بشكل مباشر ألتقيهم أو أني يعني أطالع مقابلاتهم وحل محتواها. الجانب الأخير اللي ساعدني في العملية هذه أني أخذت آراء المتخصصين، أساتذة في كلية العلوم الإدارية، أصحاب رجال أعمال وشركات عائلية وغيرها، فيعطوني هم نظرتهم لإدارة الشركات العالية في زمننا الحديث، وشلون هم فشلوا من هذا المنظور، أو أنهم يعني أساءوا استخدام مثلا الثروة أو أخلاقيات العمل اللي كانوا يمارسونها في ذلك الزمن. وتكونت المادة يعني بمزيج من كل هذه المحتويات. جميل. لو في نصائح لأخلاقيات العمل التجاري، نقطة مهمة، والجميل أنك ربطت ما بين ذاك الزمن وهذا الزمن، دليل على أن الإنسان مهما يتطور هناك أساسيات. صح. موجودة في هذه الحياة. أستاذ سعد، بعد نجاح إصدار درس الزلق، ما عندك نية أنك تصدر إصدار مشابه لعمل فني آخر؟ والله بالفعل راح ننتظر يعني الصراحة. أعتقد أعمالنا الفنية خصوصا السابقة، فرسان المناخ، الأقدار وغيرهم من أعمال، أعتقد زاخرة طبعاً بالأعمال هذه. لكن الصراحة نيتي بالعكس، يمكن أبني على الفكرة مالت درب الزلق، قد يعني تتحول إلى دورة تدريبية، تتحول إلى بورد جيم مثل مونوبولي، لعبة لوحية. نعم. أو شيء من الغير، فتكون مادة تفاعلية تنتقل هذه الدروس من مادة مكتوبة إلى مادة يتفاعل معها الشخص إن شاء الله. يعني تبارك الله، يعني رحلة جميلة حلوة خذتنا فيها بين طيات درس الزلق، ونتمنى أن هذه الإصدارات الجميلة اللي تحلل تحليل منطقي وعلمي وأكاديمي لأشياءنا الفنية والحياتية والريادية ما توقف. أخوي سعد الربيعان، كل الشكر لك، ضيفنا المؤلف الأستاذ سعد عبد الله الربيعان، على جيتك وعلى عنوتك وعلى الإهداء. وعلى الإهداء نتمنى لك كل التوفيق أستاذ سعد. طبعا شكرا. عبد الحسين، بالنهاية يعني رحمة الله عليه، هذا الفنان القدير زرع عقله وما عرف يدير المنظومة، ونهايته راح اشتغل مع خاله ورسى على المضمون. هذا كان مضمون لقائنا مع درس الزلق.